خلاص يا دينا، الحمد لله في المستوى العالمي، دوري ابطال اوروبا ودوري الانجليزي بقى فيه اهداف. خلاص عايزين بقى كمان اهداف في الدوري المحلي بتاعنا ان شاء الله. خلاص يعني كلها ايام ويرجع الدوري، والاستعدادات زي ما احنا عارفين ان هي بتتم دلوقتي في كل الانديه، بعمل مساحات لجميع العاملين في والاطقم الرياضيه اللي شغالين، يعني مش فقط اللاعبين، كل اللي شغالين في النوادي. فالاستعدادات شغاله الحمد لله على قدم وساق عشان نبتدي بقى نرجع الدوري ونرجع لحياتنا يا بشكل رب. طبيعي ان شاء الله. واشكرك يا دينا، ونبدا مع حضراتكم اخبارنا الرياضيه من ريني فايلر المدير الفني لفريق الاهلي، اللي عمل جلسه مع الجهاز المعاون ليه خلال تمرين الفريق امبارح على ملعب التتش عشان يصحح بعض الاخطاء اللي رصدها في التمرين، وده للاستعداد لعوده الدوري. النادي الاهلي بقى بيواجه صعوبه في ضم اللاعب كريم فؤاد ظهير ايمن فريق نجوم المستقبل المعار لإنبي، وده بعد العرضين اللي تم الاعلان عنهم امبارح لضم اللاعب من فريق الدوري السويسري وفريق تاني في الدوري البرتغالي. من اخبار النادي الاهلي لاخبار نادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قرر انه يجرب اكبر عدد من اللاعبين في مواجهه سموحه الوديه واللي هيلعبها امبارح. كل فريق وادي دجله عملوا المسحه الرابعه لكورونا بالاضافه للجهاز الفني والاداري باستثناء الثلاثه المعزولين اللي تم الاعلان عنهم، وده في اطار خطه التجهيز للعوده للدوري بالتاكيد طبعا من عدم او بالتاكد من عدم اصابه عناصر من الفريق بفيروس كورونا. الفريق الأول لنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش بدأ معسكر إعداد مغلق في واحد من فنادق القاهرة، وده ضمن خطة الاستعداد لعودة مسابقة الدوري الممتاز واللي هيتم استئنافها بداية من يوم 6 أغسطس اللي جاي. فريق توتنهام حقق فوز كبير على ضيفه فريق أرسنال بنتيجة 2-2 في المباراة أو مباراة ديربي شمال لندن، واللي جمعت الفريقين امبارح ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج. النجم المصري محمود حسن تريزيجيه نجح في قيادة فريقه أستون فيلا لتحقيق فوز كبير على فريق كريستال بالاس بثنائية نظيفة سجلها تريزيجيه في اللقاء اللي جمع الفريقين امبارح ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي. فريق وولفرهامبتون حافظ على أماله في التأهل للموسم اللي جاي لدوري أبطال أوروبا بعد ما حقق فوز كبير على ضيفه إيفرتون بثلاثية نظيفة في المباراة اللي أقيمت على ملعب مولينيو ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز. الحساب الرسمي لكأس العالم أحيا ذكرى تتويج منتخب فرنسا الأول بمونديال 98، وكده نكون خلصنا أخبارنا الرياضية وهنرجع مرة تانية لدينا. اتفضل يا دينا. حلوة النوستالجيا اللي عملناها في الآخر كده، يعني افتكرنا أوقات لطيفة في تاريخ الكورة. عشاق كرة القدم كلهم يعني بيحبوا المباراة دي جدا وبيتفرجوا عليها باستمرار بالمناسبة، وجيلنا كمان حضرها. يعني جيلنا بعتبرنا جيلك أنت، أنت أكبر مني بكتير، أنت عارف.